ازدحامات كثير كثيره كثيره ازدحامات. كل التقاطعات لو بس الجامعه؟ والله تقريبا داخل الموصل كله تقريبا، يعني اكو مكانات مثل الجامعه عليها ضغط ازيد. هاي علي بتنعكس؟ تنعكس على المواطن. تاخير بالوقت؟ اكيد تاخير بالوقت، مواعيد عمل، تلكؤ يصير. زين، الحلول برايك؟ الحلول هم جاي يشتغلون بالشوارع، جاي يعرضون، الحكومه جاي تعرض بالشوارع، يعني الارصفه الوسطيه كانت عريضه ازيد من اللازم، جاي يصغرونها. بس بعد حلول انفاق جسور يسوون. قصادك واقفه بعد الازدحام؟ صار لي تقريبا ربع ساعه بهذا الازدحام. وبعد ما مشى متقاطع من الجامعه ربع ساعه بعد ما مشى وما مشى. والله تاثر حيل، نسبة كبيرة يعني تأثير، احنا خاصة طلاب يعني نجي من خارج الموصل، طرق خارجية مفتوحة زينة، بس من تفوت على الداخل يعني معاناة، كل تقاطع تقف لك بيه فد 5 دقائق. والله ليش ده، إضافة إلى مشاكل كثيرة، يعني اللي يجي كرون سايد واللي يجي كمدري منيه، إضافة عندنا هم يعني أحب أنوه عليها، عندنا طرق خارجية مثل سيطرة الشمسيات طالع باتجاه كركوك سايد واحد، يعني هذا نفس الحاله انه الطريق سايد واحد بمشاكل. والله ما اقول لك بس ساعه، يعني الحلول انفاق او مجسرات، لانه انت تقاطع مثل هذا هسه انت اليوم بالنسبه للنفق مال الجامعه يعني اليوم شيء مو طبيعي، يعني ردنا بس نوصل له هذا المكان ما قدرنا الا جينا، لو احنا من هاي الافروع وجينا وقفنا بهذا المكان، فالاولى انه كله مجسرات او انفاق. والله تاثر علينا خاصه ان احنا طلاب القرى والنواحي، يعني نعاني منها كثير، نعاني منها ومؤثر علينا جدا. يعني الحلول برايك؟ والله الحلول يعني يسوون في الجسور مجسرات، يعني تعرف انت اي الافاق يعني تفتح المنطقه وهاي الامور. في كل تقاطع ايش قد تكون معدل يعني 5 إلى 10 دقائق؟ والله شيء 10 دقائق او 5 دقائق يعني الى ربع ساعه. هاي في كل تقاطع؟ اي، فتاثر علينا احنا كطلاب يعني قرى ونواحي، وتعرف احنا طرق بعيده فتاثر علينا. حتى داخل اي حتى يعني مرات نستخدم وسائل مثل يعني وسائل مثل البايسكل او فد وسيله سهله على مود انه نصل للدوام بسرعه او هيك شيء. والله شلون ما مثلا، لان يعني اول شيء الطلاب الاغلبيه ما قاعد تلحق يعني على الدوام، وثاني شيء يعني انا اشوف من يعني يا ريت يعني من سياده المحافظ انه ينتبه لها الشغله من بناء المجسرات والانفاق على مود تقليل الازدحامات، ولو يعني مشكور وجهوده كلش واضحه وما شاء الله، يعني هاي تقريبا سنه فرقت عن كثير يعني من السنوات السابقه اللي هي المحافظين اللي قبله، ما شاء الله يعني اعمار واضح جدا، ونتمنى نطمح الاكثر الحلول. يعني انا اشوف انه بناء المجسرات خاصه يعني اللي هي هنا بالجامعه على مود مص زخم، على مود الطلاب يعني يلحقون اللي بالدوام، الاغلبيه خاصه طلاب الخارج قاعد يتاخرون. يعني معدل ايش قد تكون كل تقاطع؟ والله تقريبا ما يعني من 5 دقائق الى 10 دقائق. هاي تاثر عليكم شلون؟ اكيد اذا اخذت انت احسبها يعني ابو الخارج خاصه، يعني جماعه يعني عندك ساعة. يعني عندك زمار، ربيعه، تلعفر، البعاج، هاي كلها القوير، انه هاي كلها هذه تاخرون، يعني انت يطلع اقل شيء 6:30 7 يطلع، يلا يا دوب يلحق.